أيمن رضا ينزل عن حصانه أحسن له. أنا أول عرض أزاء بالشرق الأوسط، أنا لما كنت عم بمثل أنت لسه ما كنت خلقان. الفنان أحمد رافع اللي لطالما أثر اسمه وتصريحاته كتير من الجدل، وتعرض للعديد من الانتقادات، منها كان بسبب تصريحاته الجريئة، وبعض الآخر بسبب ملابسه اللي يراها الكثيرون غريبة إلى حد ما وغير مألوفة. جحا أكبر ولا ابنه؟ بهذا المثل رد الفنان أحمد رافع على الاتهامات اللي وجهها إليه البعض بتقليده للفنان المصري محمد رمضان، حيث قال: أنا لما كنت أعرض أزياء ما كان لسه خلقان محمد رمضان. هو فنان وبحترمه وبقدره، بس جحا أكبر ولا ابنه؟ أكد من جانبه أيضاً رافع أن السوريين ليس لديهم أي تقدير للموضة والأزياء على عكس اللبنانيين، حيث علق قائلاً: بسوريا لا تحكي باللباس ولا تحكي بالموضة، بلبنان احكي. وعن الانتقادات اللي تعرض لها رافع أيضاً في جنازة المطرب الراحل صباح فخري بسبب الجاكيت اللي كان يرتديها وقتها، فأبدى رافع بدوره استغرابه واستنكاره لردة فعل الناس، واصفاً إياهم بالفاضيين، وقال: معقولة بوفاة صباح فخري جاكيتي الأبيض ترند 7 مليون مشاهدة؟ نسيوا صباح فخري الله يرحمه، تذكروا فيه أحسن ما تتذكروا بجاكيتي إذا الناس فاضية. ومن جانبه أكد رافع أنه لا يمكن الانتقاد بعد الأشخاص لإله أن يغيروا ويؤثر عليه، واصفا نفسه بالجبل قائلا: يا جبل ما يهزك ريح. ومن الجدير بالذكر هو إثارة الفنان أحمد رافع الجدل أيضا مؤخرا حول تصريحه وهجومه على الفنان أيمن رضا، واصفا إياه بالحاقد، ومؤكدا أيضا على عدم محبته إله بكل بساطة، وقال: ما بحبه لأيمن رضا، تجبرني حبه؟ وأضاف أيضا: بس أنا ماني خصمه، أنا ماني شايفه، ولما بيكون أحمد رافع موجود ما بيكون أيمن رضا موجود. بالإضافة إلى اتهام رضا بتقليد الفنان أيمن زيدان عند مكان مدير لشركة إنتاجية، قال: هو بده يعمل كما فعل الأستاذ أيمن زيدان لما استلم مدير شركة، بس الأستاذ أيمن عمره ما كش بوجه ممثل ولا قلع ممثل، هو حب يقلد الأستاذ أيمن ولكنه فشل. وأكد رافع من جانبه أيضاً أنه تاريخه الفني أكبر بكثير من تاريخ أيمن رضا، فقال: أنت مين لحتى تيجي تقول والله أنا ما بدي فلان وابنه؟ أنا لما كنت عم مثل أنت لسه ما كنت خلقان. ولأن الصلح دائماً هو سيد الموقف، كان للمخرج السوري صفوان نعمو محاولة باءت بالنجاح، تمكن من خلالها من إنهاء الخلاف بين كل من الفنان أيمن رضا والفنان أحمد رافع، حيث نشر صورة عبر صفحته على الفيسبوك جمعته بكلا النجمين، أعلن من خلالها عن إتمام الصلح بينهم وأرفق بتعليق: بعد سجال طويل على الإعلام اجتماع النجوم أيمن رضا وأحمد رافع. ومن الجدير بالذكر أيضاً هو قيام الفنان أيمن رضا بمبادرة لطيفة، حيث خرج بدوره ببث مباشر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك برفقة أحمد رافع وابنه نور، واعتذر من رافع علنياً مؤكداً أنه ما حصل كان مجرد سوء تفاهم بسيط، وقبل رافع من جانبه اعتذاره، مشيراً أيضاً إلى خطأه باستخدام بعض الألفاظ يلي خرجت منه بسبب العصبية.